هذا الفيديو كان أكثر فيديو تداولاً على السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة. ظهر فيه شاب روسي وهو يحاول القفز من بناية مكونة من 4 طوابق لأخرى بسيارة قديمة من نوع لادا، لكنه فشل في الوصول إلى الضفة الأخرى، واصطدم زجاج السيارة الأمامي بجدار المبنى وسقطت على الأرض. لحظات حبست أنفاس كل أصدقائه ظناً منهم أنه فارق الحياة، لكن وبأعجوبة خرج من السيارة وقد تعرض لجروح خفيفة. هذه ليست أول مخاطرة يقوم بها الروسي يفغاني جيبوتاريف، فهنا ظهر وهو يعبر بسيارته بين عجلات شاحنة عملاقة، وثوان فقط كانت فاصلة بينه وبين الموت، ومرة أخرى نجا بأعجوبة. يفغني عاشق لمخاطرة ويشارك على صفحاته في السوشيال ميديا التحديات التي يقوم بها والتي تتضمن عروضا خطيرة للغاية، وهدفه الوصول إلى هوليوود والتمثيل في فيلم يحتوي مشاهد كالتي يقوم بها.